أعزائي المشاهدين، مساء الخير من شاشة مريم تي في الفضائية. منطلع عليكم مشاهدينا ومنرحب فيكم وين ما كنتوا، بلبنان، بالعالم العربي والعالم، ببرنامج وجهة نظر. برنامج وجهة نظر بيطلع عليكم أسبوعيا حامل قصة جديدة واقعية من مجتمعنا تحكي عن العنف أو المخدرات أو الاثنين سوا. منحاول بسياق الحلقة نعرض الموضوع والقصة من جميع جوانبهم ونلاقي للقصة الحل. بسرني رحب بضيوفي دكتورة بولا حريقة، معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك ضيفة عزيزة على برنامجنا. والأستاذة موهانا إسحاق من جمعية كفا، أهلا وسهلا فيك، أول مرة بتكوني معنا بالبرنامج، بنتمنى أنه نشوفك عدة مرات بالحلقات المقبلة. شكرا. رح نكون نحن وياكم والمشاهدين مع شهادة حياة من امرأة معنفة ومنرجع. أنا كنت صغيرة وأمي وبي تركوا بعضهم، كنت عمري شهر. بي أخذنا عند وحدة مرة لحتى تربينا بنت، هي بعدها كانت مش مرة، عمرها 17 سنة، كانت ربتنا وتجوزها بي. صار عمري 6 سنة، أنا تجوزها بي، كبرنا معها، صار عمري 12 سنة كمان هي ما قدرت تداينت مع بي. كان في كتير أسلوب عنيف من بي، كان كتير يعني يضربها ويضربنا نحنا كمان. تركت البيت هي وتركتني، كان عمري 11 سنة، كنت بعدني أول طلعت، يعني أول ما كنت بحاجة لإلها. بعدين بي رجع تجوز وحدة تالتة، رجعت اجت على البيت اللي عنا، كتير صارت تعذبنا وتضربنا أنا وخيي الكبير وإخواتي الصغار يلي من مرت بي، صارت تضربهم كمان. كمان كانت تحط لي أدوية أعصاب بالأكل. رجعت فلت من البيت من عندهم، كان في شخص بعرفه كنت حبه كتير، بس هو كان أكبر مني، بس يمكن هذا الشخص اللي هو كان حاميني من أهلي، كان بي كتير يلحقني لأني كنت قاصر. اتفقت أنا وهذا الشخص أنه نتجوز، طلبني من أهلي بي موافق. قررنا نجيب بيبي، أنه كمان نحط أهلي قدام الأمر الواقع. لما نزلنا بيبي بطلت عجبيته الفكرة. أول شي كان موافق، قلت له بدي التجئ لجمعية مريم ومارتا انا، لانه انا قاصر تحت السن، كان عمري 17 سنة وبي كان انه يلحقني يعني من محل لمحل، وعلى طول ضرب وقتل وتربيط بالجنزير يعني، ويعني اكثر شيء كنت انضربت تحت المجلة يعني، واكل كهربا كنت كمان، كنت اكل كهربا كثير. بحبالي ببنتي اكلت كهربا، فتت شهرين كوما، وجرب انه يسقط البيبي بي بس ما مشي الحال، ضربني وضعف بطني يعني، بس انه ما نزلت يعني، انه الحمد لله كملت عادي بالجمعية حياتي، لانه هن نصحوني يعني اني انا خلي البيبي يعني روح هيدي بعدها انه ببطني. انا كان بدي سقط يعني، انه شفتها كتير عبء علي، بس بعدين رجعت اقتنعت بالفكرة. وبعدين حكيوا مع بيا هن على اساس انه يقنعوه، بس هو ما اقتنع بالمرة انه يسجلها او انه يعترف فيها كبنت لإله. قمت انا رجعت، بس تركت الجمعية التجأت له، ما وافق هو انه انا ضلني عنده، بقيت عند خيه بالبيت. فاجا بالليل اخذ البنت هيك حمالها بطريقه غلط، ولقطني من شعري وزتني برات الشاليه. فليت الساعه 11 ونص بالليل، كانت الدنيا عم بتشتي، فصاحبه قال لي فوتي نامي عندي بالشاليه وانا بنام عند اصحابك. ففات نام عند اصحابه وانا نمت اول ليله عنده بالشاليه. ثاني نهار دغري بالضبط، بس انه كان سامع المشكله اللي هو قبل بنهار، قال لي انه شو رايك تتجوزيني وانا بسجل لك البنت، بس بشرط انه منفل انا وياكي على بلدي، هو كان من جنسيه تانية، وخلص تنسي لبنان بالمره وبسجل البنت على اسمي وخلص. اما انا قلت له اوكي، يعني كان بدي اشي وتعلق فيها يعني، ما كان قدامي انه حل تاني. قلت له اوكي، فجوزت هذا الشخص وفلت انا وياه على بلده مطرح ما هو عايش عند اهله. راح لعند اهله وقال له انه هيدي البنت بنتي وسجلها وكل شيء صار قانوني. فجاه هذا الشخص صار بده انه انا اشتغل باشياء كثير كبيره يعني فظيعه، اشياء غلط، فانا ما قبلت. كنت كثير اكل القتل منه ويضربني وياخذ البنات ويفل، وانا هيك دور مثل المجنونه بالطرقات، بدي بنتي بدي بنتي. صرت اخذ بنتي واجي فيها لهون على بلدي يعني على لبنان، يرجع هو يلحقني وانا من طيبة قلبي ارجع صدقه. اخر شيء فكرت اني انا اتحرر منه كليا يعني،
فجيت لهون وكان صار لي سنتين مطلقة منه، كان يدور على أشياء غلط هون بلبنان ويعمل أشياء كتير غلط يعني، وعلى طول ضرب وين ما كان يلحقني ويضل يعني يتكم وين ما يتكمش فيني خلص ما يقعد يفلتني يعني. بعدين تعرفت على هذا الشخص اللي هو جوزي هلا، هيداك اللي هو طليقي اللي سجل لي بنتي. مجرد عرف بالموضوع عم قرر انه بده يؤذي هذا الشخص. كنا معزومين على عيد ميلاد ومقضينه بانه بشاليه كبير يعني، قاعدين كلنا سوا، فهجم على جوزي ضربه بوقتها بالساطور على راسه. وهلا بهالوقت حاطه بنتي انا بمدرسه داخله وعلى طول بطلع بشوفها. التزقت لجمعيه لمريم ومرتا لانه كنت حاسه انه في نظره للمجتمع شوي غلط، انه كوني معزبه وانه بنتي ما راح يعترف فيها بالدولة يعني، تعتبر انه مكتومة الايد يعني. ف التجأت لجمعية لهون لحتى اقدر اني انا اكمل حياتي وما ايأس يعني من الدنيا، لانه نظرة العالم كتير بتكون غلط يعني، انه كوحدة يعني عايشة لحالها وما في زوج، وكيف بدي فوت على المستشفى، كيف بدي ولد، كيف بدي ربي هالطفلة بعدين، كيف بدها تكون هاي الطفلة عايشة بين العالم، كيف بدها تصير تفوت على المدرسة، كيف بدها تكبر. وكرمال انه اندعم شوي من قبلهم لانه كنت لحالي ما عندي اهل حوالي، ما في حدا حدي، كان بدي احس انه في سند وراي. جيت على المركز و يعني حسيت بهدول الاشياء كلياتهم وتحسنت كتير. كانت كتير نفسيتي غلط، تعالجت نفسيا وتعالجت معنويا يعني، وصرت احسن. ولهلا ما تركت جمعية مريم ومارتا، بعدني بروح وبجي عليها، وكل ما صارت معي اي مشكلة حتى لو كانت صغيرة يعني بلتجئ لهم، لانه بحس انه هن اقرب من اهلي لالي يعني، لانه ما حدا واقف حد غيرهم. دكتورة بولا، عم نسمع كتير بهالأيام بقصص عنف، هل هي قديمة وهلأ صرنا أكثر عم نسمع فيها لأنه الإعلام يعني صار عم بيضوي على كتير قصص، ولا شيء جديد هالقد كتراني؟ صحيح، ولكن العنف يعني هذه مسألة كتير قديمة بالزمن تاريخية. صحيح، اليوم مثل ما تفضلتي وقلتي أنه الإعلام ضوى عليها، ولكن بنفس الوقت التحركات النسائية اليوم اللي عم بتصير لحماية المرأة من العنف، مع أكيد اللي عم بيصير على المستوى القانوني يعني لإصدار القوانين لحماية المرأة، ضوى على هالموضوع كمان أكثر. ولكن لما بيصير في بالبلدان بيصير في أزمات اقتصادية معيشية، معروف كتير منيح أنه بترتفع نسبة العنف بالمجتمع، لأن الرجل بحس حاله أنه هو عاجز عن تأمين متطلبات الحياة اليومية. هالشي بيمس بذكورته، بيمس برجولته، بصورته الذاتية، وبالتالي بيشعر بالضعف. لما بيروح باتجاه العنف، السلوك العنفي، بيكون عم بيحاول ينتقم من العنف اللي موجود جواته بإسقاطه على شخص أضعف منه. نعم أستاذة مهانة، هل في نص قانوني واضح بيحمي المرأة من العنف الأسري؟ طبعاً، بال2014 بعد سلسلة من الجهود اللي قامت فيها منظمة كفا وغيرها من منظمات بتعنى بقضايا المرأة، صدر قانون بأيار، تحديدا بأيار 2014 رقم 293، يحمي النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. بدي أقول إنه قبل هالقانون ما بيعني إنه ما في قانون للعنف الأسري، هذا الشيء ما بيعني إنه ما في قوانين بتعاقب على أي جرائم بتصيب الأشخاص، إن كان قتل أو ضرب أو إيذاء أو غيره. ولكن هالقانون إجا يحدد تحديدا العنف اللي بيطال الأسرة، وبالتالي حدد من هم، من هي المعنية بالأسرة، من هم الأفراد المحددين بالأسرة، وما هو العنف المقصود بهذا القانون. شو هو العنف المقصود ومين؟ صحيح، الأسرة أول شيء، الأسرة من تشمل؟ تشمل الزوجين، الأب والأم لكل منهما. يعني إذا تعرض الرجل للتعنيف كمان القانون كمان بيغطي. يعني بالأصل الجمعيات النسائية كانت عم تشتغل لوضع قانون يحمي المرأة والطفل، باعتبار أنه المرأة هي العنصر الأضعف خاصة بمجتمع ذكوري. ولكن هالقانون صدر وعنوانه بيدل عليه حماية النساء وسائر أفراد الأسرة، وبالتالي هو يشمل كل أفراد الأسرة. من هي الأسرة؟ هي الزوج والزوجة، أحد الزوجين، الأب والأم، الأولاد، الأصول والفروع، كل من له علاقة قرابة من ناحية المصاهرة أو التبني أيضا، زوج الأب، زوج الأم،
كل احد يعني كل زوجة الاب وزوج الام كل هالاشخاص يعتبرون من افراد الاسره، واي عنف بيصير من احدهم على احدهم يعتبر نحن بقضيه عنف اسري وبالتالي يخضعون للقانون. شو هو العنف اللي المعاقب عليه تحديده؟ نعم، بهالنص القانوني بيحدد العنف هو كل فعل او امتناع عن فعل، حتى يعني مش بس ارتكاب فعل اكسيوم، بس هو امتناع عن القيام بعمل معين تجاه اشخاص، ويؤدي هذا الامتناع او هذا الفعل الى اما قتل او الى عنف جسدي جنسي معنوي او حتى اقتصادي. فبقى نحن مش عم نحكي بس بعنف جسدي بمعنى الضرب، نحن عم نروح ابعد للعنف المعنوي، للعنف الاقتصادي، للعنف الجنسي حتى. يعني اذا عيش ولاده بدون اكل ما كان يجيب لهم اكل، هيدا كمان هذا عنف، عدم التزامه بموجباته من الناحيه هو عنف اقتصادي. نعم. العنف المعنوي، الاكراه، الترهيب، الصراخ، الشتائم، التحقير، غيره. العنف الجنسي وهذا عمر اخذ كثير جدل، اللي هو عمليه الاغتصاب. في كثير بيقولوا معقول رجل يغتصب زوجته؟ نعم، الاكراه على الجماع ما يعرف بالقانون، او الزامه بالقيام بالعمل الجنسي تحت العنف هو عنف جنسي. نعم، بدي اسالك سؤال، هل هيدا القانون طال جرائم الشرف ولا بعد جرائم الشرف ما بيعاقب عليها القانون؟ القانون اصلا الغى ماده من قانون العقوبات، الماده اللي بتنص على قانون على جريمه الشرف، ما بقى في شيء بالقانون. الناس يمكن معتبره انه اليوم كان في نص قانوني بيقول انه من يقتل شخص من يعني قريب له، من زوجه او بنته او احد عائلته، نتيجه وجدها بحالة زنا، هذا تبرير له. كان بحاله ريبه كمان، يعني حتى لو ما كان بحالة زنا غير مقبوله. طبعا غير مقبوله، نعم، يعني بحاله زنا واضحه للعيان. كانت اليوم ما بقى في نص، الغي النص، واليوم من يقتل زوجته او احد افراد اسرته النساء بهذا يعاقبوا القانون كجريمه قتل عاديه. بس السؤال يعني بدي اسالك اياه، لانه من حكم ممارستك على الارض مزبوط عم بيطبق هذا القانون؟ طبعا الغيت الماده، ما عاد في امكانيه للاستئناف، يعني ما بيشوفوا له اسباب تخفيفيه للزواج. ممكن بظروف كل ملف انه يكون في اسباب اخرى، نعم، تخفف العقوبه، ولكن ما بقى في تبرير لهذه الجريمه. نعم. دكتوره بولا، نعم. لل 2014 لصدر هذا القانون، شو الاسباب النفسيه اللي بتمنع الرجل من اعطاء المراه حقها بحمايه نفسها من العنف الاسري؟ استعملتي كلمه اسباب، لانه فعلا هن عده اسباب. هن كثير. رح بلش اول شيء بالسبب السوسيولوجي، اذا بدك انثروبولوجي، اللي هو من فجر التاريخ الرجل بصراع دائم مع المراه. يعني من مجمع الآلهة ما قبل الديانات كان في إلهة الخصب، إلهة الشمس، إلهة الأرض، إلهة الجمال، وبالتالي كان الرجل أقل شأن من المرأة في مجمع الآلهة. مع مرور الزمن ووصولا حتى للمسيحية أعطيت المرأة مكانة كثير مهمة بالمسيحية، مع نعم، المسيح، لأنه كانت الرسولة الأولى. صحيح. كانت الأم والرسولة الأولى، والقيامة جاءت على لسان امرأة. صحيح. اللي بلغ ألا روحي قولي لهم أنه أنا قمت، أنا حي. نعم. ولكن بالمجتمع العربي، المجتمع الشرقي، بيجي السبب الثاني، تأجج الصراع أكثر بين الرجل والمرأة، لأن الرجل يريد أن بده ياخذ يرجع هالامتيازات اللي هو بده اياها، كونه بالمجتمع الذكوري في عنا فوقية الرجل على دونية المرأة. يعني بتقصدي انه بالمجتمع الشرقي بلشنا نحكي بالمجتمع الذكوري بالشرق؟ لا لا، قبل، يعني كانت اول شيء اجت من بعد مجمع الآلهة. نعم. نفوت على كل العصور الاخرى، كان الرجل هو السيد. نعم. يعني حاول انه يرجع يسترجع حقوقه لحتى يكون هو السائد على المرأة ومتسلط عليها. اجت المسيحيه غيرت مجرى الامور واعطت المراه حق كرامتها، مش بس اعطاها كرامتها، مكانه. السيد المسيح اعطاها كرامه للمراه. صحيح. واعطاها مكانه متقدمه مع مساواه. صحيح. وضوء على انسانيه هذه المراه. صح. ولكن ما يعني المجتمعات الذكوريه ما وافقت على هذا الموضوع، لان باللاوعي المتوارث عندهم بدهم
يرجعوا اذا بدك ياخذوا الحقوق المغتصبه والامتيازات المغتصبه، بيعتبروا هيك. مع مرور الزمن سادت الذكوريه، العقليه الذكوريه، وبلشت التربيه اللي ثبتت هذه الفكره باللاوعي عند الاجيال. ومنشوفها لما بكون في عنا ذكور، لما بيجي الذكر بيفرحوا كثير بالعائله، لما بتيجي الانثى ما بيفرحوا بالعائله. صحيح. بالتربيه كمان وما زالت لحد الان. صحيح. يعني بعضهم بحبوا بشاره الصبي، بيقولوا بشاره الصبي. الصبي اجت البشاره. نعم. يعني بدهم كمان ياخذوا علي الحلوين تبعها. صحيح. هلا التمايز بالتربيه بين الجنسين اعطى الذكر القوه النفسيه انه هو اهم من المراه، وضلت ماشيه. ولكن مع دخول المرأة لمجالات العمل والتعليم، يعني مع بدايات النضال من أجل استعادة المرأة لحقوقها، رجع الرجل بنزاع جديد مع المرأة، لأن بيّنت وبرهنت أنه هي ناجحة بكل المجالات. وبالتالي إذا نحن بنجي نشوف المشرعين بنلاقيهم كلهم من الرجال، دخلت كل المجالات إلا المجالات التشريعية تطالب أن تكون. انطلاقا من هون بخاف الرجل، خوفه الداخلي واللي هو جاي من الوعي المتوارث من مجمع الآلهة، يخاف من المرأة خوف كتير كبير. إذا نجح، إذا أعطيها حقوق أكثر، ممكن أن تعمل إطاحة فيه. بقى هيدي هي الأسباب النفسية المتوارثة. نعم. مشان هيك، وأكثر شيء الأستاذة يمكن تعرف بهذا الموضوع. نعم. السبب اللي ما عم بخليهم للنساء يصالوا بشكل كتير كبير على الحياة السياسية، واللي اليوم كمان عم بيناضلوا هن بالجمعيات انه المراه يكون عندها حق اعطاء الجنسيه لابنها، يعني الحرب مفتوحه ضد المراه لان الرجل خائف على امتيازاته. نعم. استاذه مهانة، اذا تعرض احد افراد الاسره للتعنيف وخاصه المراه، شو بتعمل بهيك حاله؟ لمين بتتوجه؟ وهل اذا تشكت للقوى الامنيه بيحموها؟ طبعا في عندها عدة طرق أو عدة وسائل تستعملها المرأة أو المرأة أو أي فرد من أفراد الأسرة مثل ما حكينا في حال تعرض لعنف. في هون بدنا نميز بين إذا كانت بحالة جرم مشهود، يعني أثناء ارتكاب الجرم أو خلال 24 ساعة من ارتكابه، ممكن السيدة أو الشخص المعنف داخل المرأة داخل الأسرة يتوجه إلى الضبط العدلي، يعني القوى الأمنية الموجودة ضمن إطار سكنه، ويطلب مساعدتهم، يعني بيتقدم بشكوى عندهم. هون القوى الأمنية ملزمة تتحرك بشكل سريع. الجديد بقانون العنف الأسري أنه أوجد قطعة خاصة بقوى الأمن الداخلي لمتابعة قضايا العنف الأسري. أوجد؟ قطعة خاصة، يعني فريق خاص، فريق من قوى الأمن. نعم. بسميها بالقانون قطعة من قوى الأمن خاصة بمتابعة قضايا العنف الأسري والتحقيقات. نعم. وأنشأ مدعي عام أو محامي عام خاص للأسرة بكل محافظة. وبالتالي لما بصير في جرم مشهود، السيدة إذا قدرت توصل على المخفر يعني مباشرة خلال 24 ساعة فيها تتوجه وتقدم الشكوى، وإلا إذا كانت بحالة الجرم يعني عم تنضرب وتلفنت للقوى الأمنية، لازم يجوا، أو إذا أي شخص آخر بالعائلة أو بالجيران عرف بوجود الجرم لازم يقوم بما يسمى إخبار. نعم. للقوى الأمنية، ولازم النيابة هون النيابة العامة تتحرك مباشرة وبصير التحقيقات. أما خارج إطار الجرم المشهود، يعني بعد ال 24 ساعة، اليوم ساعتها هي مضطرة تروح على النيابة العامة تقدم شكوى. بدها طبيب شرعي يمكن كمان. طبعاً هون إذا في آثار، هذا اللي بدنا نقوله. نعم. ترفق بالشكوى كل مستند يثبت تعرضها للعنف، لان نعم. عمليه الاثبات ضروريه للمحاكمه. نعم. وبالتالي ما هي وسائل الاثبات؟ ممكن يكون اذا تعرضت لعنف وفي اثر للعنف جسدي، نعم، بده يكون في تقرير طبي من طبيب شرعي يرفق بالطلب. هذا اذا كان عنف جسدي، واذا كان عنف غير جسدي. هل عمليه الاثبات ممكن الاستعانه بالشهود، في كثير وسائل اخرى بالقانون. نعم. للاثبات. غير هيك ممكن تروح لقاضي العجله خارج اطار النيابه العامه، فيها تروح لقاضي العجله وتطلب امر حمايه. قاضي العجله بتقصدي قاضي الامور المستعجله؟ وطلب امر حمايه. طبعا شو بيعمل القاضي بهيك حاله؟ في عده تدابير. طبعا هذا طلب حمايه وبقد ايه من الوقت يعني المستعجل؟ اوكي، العجله هي اسم عليها،
هي تدابير مستعجله تاخذها القضاء، يعني بيقدر نعم. ياخذها يعني خلال 48 ساعه، خلال 48 ساعه لازم يبت القاضي بالطلب. نعم. هذا الطلب لازم ترفق فيه كل مستند يثبت تعرضها للعنف، وتطلب من القاضي حمايتها، وهذا ما يميز القانون. طيب كيف بيحميها هون القاضي؟ في تدابير كثيره ممكن بيطلعها من بيتها وبيشغل الزوجه ان يامن لها مسكن. طبعا في عده تدابير. نعم. اولا هون حسب درجات العنف وحسب الخطوره. نعم. اذا كان الشخص يعني ممكن من التدابير، اولا الزامه باجراء تعهد بانه ما يتعرض له، ممكن تكون عمل ظرفي او عنف ظرفي وما في خطر اكثر من هيك. واذا كان راى القاضي انه لا في خطر، مثل اذا شهر عليها سلاح عليها مثلا او في تكرار او حاول مثلا بالسكينه محاوله القتل مثلا، طبعا هون ممكن ياخذ اجراء اكبر اللي هو منعه من دخول المنزل او الزامه بتامين مسكن معين آمن على نفقته اللي خارج المنزل، يعني تطلع المعنفة وكل أفراد الأسرة اللي هن في خطر التعنيف. قديش بيعطي وقت القاضي هون ليدبر المسكن إذا كانت هي بدها تطلع هي والأولاد؟ مباشرة يعني خلال 24 مباشرة 48 ساعة. ورح أقول لك شغلة، هون بدنا نميز بالنسبة للنيابة العامة ممكن تتخذ هيك تدبير. نعم. ممكن تتخذ تدبير توقيف الشخص من التدابير اللي بتحمي وقت نتقدم بشكوى، يحبسوه يعني توقيفه خلال 8 نعم تحبسه خلال توقيف مؤقت خلال 48 ساعة، يمكن تمديدها أيضا 48 ساعة. نعم. هذه بس مرحلة فقط لتخفيف الخطر. نعم. إذا في خطر وتيهزوا له العصا كمان، وهون بدها تروح على القضاء العجلي المستعجل لاتخاذ تدبير أكثر تاخد وقت أطول فيه بالحماية. قدام قاضي النيابة العامة ممكن القاضي يمنعه من دخول المنزل أيضا. نعم. ممكن يلزمه بتأمين مسكن لمدة 48 ساعة مؤقتة، تجدد 48 ساعة، بينما قدام قاضي العجلة صحيح أنه الوقت مؤقت وإنما الوقت أطول. نعم. فممكن يبقى هالإجراء لمدة شهر شهرين ثلاثة بحسب مقتضيات الوضع. نعم. وأكيد إلى حين تبت المحاكم المختصة بموضوع الأحوال الشخصية. من خبرتك بمنظمة كفا، وقت تتشكى المرأة على زوجها وقتها ترجع على البيت إذا صار في صلح، عم ترجع تتعرض للعنف بشكل أكبر ولا عم يمشي الحال يعني عم بحس بالسخن الرجال؟ تختلف الأمور باختلاف الحالات، باختلاف قديش هالشخص، قدي العنف كان نتيجة أمور ظرفية صارت. نعم. نتيجة مشاكل وقتية أو نتيجة مرض نفسي متأصل فيه، فبالتالي بتختلف الوضع. نعم. سؤالي هون لدكتورة بولا، ليش كل امرأة بتتعرض للتعنيف بحاجة لمتابعة نفسية عند بسيكوثيرابيوت أو اللي هي؟ أكيد لأنه العنف بهز كيانها الإنساني وذاتيتها، مشان هيك المعاناة اللي بتعبر عنها المرأة المرارة السوداء، أنه كانت عايشة بشيء ما بعد عندها القدرة على استيعاب، يعني وكأنه اللي عم تتعرض له صدمات متتالية معه. ليش؟ لأنه من حيث المبدأ الرجل بالنسبة للمرأة بالزواج بشكل الحصن الأمين، بشكل الاستقرار، هو اللي بده يحميها، هو الدعم. إذا كانت هيك محضرة حالة نفسيا للزواج، بتاكل صدمة كتير كبيرة لما بيكون هو سبب تعنيفها وسبب الأزمات النفسية وعدم الأمان. exactly. هلأ العلاج النفسي ليه؟ لأنه المرأة بنعرف أنه هي أم فأمها، وبالتالي عندها مسؤولية تجاه أولادها، وهالولاد بعدين هن اللي راح يعملوا هذا المجتمع. لازم بالأول نرجع نقوي دفاعاتها النفسية، نخليها ترجع تبني كيانها اللي تزلزل، تطلع من الصدمات، تفرغ الذاكرة من كل المعاناة ومن كل الصور البشعة اللي كانت موجودة جواتها واللي تعرضت لها، تخلص من الألم النفسي اللي موجود، يعني من الانسحابية والرضوخ إلى المواجهة. نعم. بعدين هي لما بتكون عم تتعرض للعنف، وخاصة إذا كانت امرأة غير عاملة، يعني هي كانت معتمدة عليه اقتصاديا مشان تعيش، لما بنرجع بنطور دفاعاتها النفسية وبتكتشف قدي عندها مهارات وقدرات لتقدر تستثمرهم بشكل جيد، بتقدر ساعتها تحقق ذاتها من خلال أنها تكون هي مستقلة ماديا عنه. لما بيكون هيدا كله صار، بتقدر تعطي أولادها بشكل أفضل، وما بيعود عندنا اسقاط للعنف اللي تعرضت له ترجع تعمل اسقاط بشكل سلبي على الاولاد، بصير قادره تحمي حالها وتحمي اولادها وتربيهم ليكونوا قادرين يدافعوا عن ذاتهم، ما يكونوا يوما ما ضحيه مثل ما هي كانت. ليش المراه دغري بتروح عند معالجه نفسيه والرجل بضل يعني هيك اخذ موقف ما بحب يروح عند معالج نفسي او معالج نفسي؟ لانه اذا كان عنده اساسا رجل معنف،
بده وقت لحتى يدرك انه هو عنده مشاكل نفسيه وصلته لهون. بشكل عام اللي بيوصلوا على العيادات النفسيه هن النساء اكثر، لان المراه حريصه اكثر على ان تربي اولادها بشكل صح وعلى انقاذ الاسره. نعم. الرجل للاسف الرجل يدمر والمراه هي التي تبني. بعدين اذا كنا عم نحكي نحن عن المجتمع الذكوري بامتياز، اذا بده يجي على العلاج النفسي يقول انا عندي مشكله نفسيه وعنفت زوجتي وعنفت اولادي، معناتها انه عم نمس بمنظومه القيم الذكوريه اللي موجوده عنده، ثقافته الذكوريه. ولكن في كثير من الاشخاص اللي عندهم مستوى ثقافي معين موجودين بالعيادات اليوم، وانا عندي حاله يعني اجى قال انه انا بعنفها لزوجتي لفظيا، انا كثير بهينه بحط من قيمتها ومن قدرها، وحسيت بلحظه معينه انا بدي اوصل للعنف الجسدي وانا ما بقبل اني يكون هيك، لهيك انا عم واجه حالي انه عندي مشكله وموجود حتى اتعالج. نعم. يعني هذا الشيء بيرجع كمان لمدى الصراع الموجود عند الانسان ولمدى ثقافته وقديش عنده قدره يقول لحاله انه هو غلطان. نعم مشاهدينا رح نكفي المناقشه بس بعد البريك، خليكن معنا. برحب فيكم مجددا مشاهدينا، وبرحب فيكم ضيوفي الكرام استاذه مهانا. اذا هالرجل المعنف جبر القاضي يدبر مسكن لزوجته، دفع اول شهر وبعدين ما بقى دفع، طب هي شو بتعمل ماديا؟ اوكي، رح اقول شغله ونوضحها كمان، انه اولا المراه اللي بتتقدم بطلب حمايه من قاضي العجله، اولا بدها تعرف انه هو طلب معفى من الرسوم، معفى من الرسوم، وثانيا مش ملزم يكون معه محامي، بتقدر تقدم فيه. حتى في بعض المحاكم فيها نماذج بس هي بتعبيها نموذج لكيفيه كتابه الطلب. هي لوين بتروح بالاول؟ لعند مين بتروح بالاول؟ بتختلف الوضع بين اذا كانت بدها تتشكى بالمغفر، افتراضا تشكت بالمغفر. نعم. وما بقى بدها ترجع على البيت، تدبير مؤقت، والقاضي بيقدر يلزم النايب العام، هون بنحكي بيقدر يلزم الرجل بتأمين نفقة السكن، ولكن بعد هيدي خلال 48 ساعة، هي تدبير سريع فقط مشان يأمن لها الوقت اللازم ترجع تاخذ تدبير أطول شوي، وهو تدبير تاخده أمر حماية من قاضي الأمور المستعجلة. هذا الطلب لنا معفى من الرسوم، مش بحاجة لمحامي. يمكن القاضي من التدابير اللي ياخذها بهالطلب بهالقرار تبعه يلزمه بتأمين مسكن، ملبس، طبابة الطبابة، حتى السيدة اللي تعرض لعنف وبحاجه لطبيب شرعي بتكون على نفقه المعنف، وبتامين مثلا التعليم للاطفال بالفتره، والمسكن ايضا مثل ما قلنا بالفتره المحدده. هون نحكي بشكل من اشكال النفقه، ولكن هي النفقه منا دائمه، مؤقته الى حين المحكمه الروحيه تصدر حكمه، تكون تبتت بهالموضوع وبتصير المحكمة الروحية اللي تنظر خلال هالفترة إذا هالرجل. بس المحكمة الروحية عم بيضلهم سنتين لياخذوا هون التدبير المؤقت، التدبير الحماية بضل ماشي طالما في خطر، التدبير المؤقت بضل لحد سنتين لحد ما صدور الحكم. نعم، عم نحكي إن كان النفقة وإن كان الحماية أكيد مؤمنة إلى حين إنه يزول الخطر. نعم. هالرجل أو هالمعنف اللي ما التزم بقرار المحكمة يعاقب عقوبة السجن لمدة 3 أشهر كحد أقصى في حال خالف الالتزام بقرار المحكمة. طب هو بالسجن، هو بالسجن مين بيدفع لعائلته؟ هلا اليوم بالسجن بس ما في شك إنه هون صرنا قدام مشكلة مادية اجتماعية إلى جانب. اليوم القانون وضع صندوق خاص لتعويضات معينة ومساعدة معينة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، للأسف اليوم بعد ما في بعد ما اموال هيدا الصندوق، ايه بعد ولا ما في اموال بالمره، بعد ما صار يعني تفعيل النهائي، ولكن بنحكي وفق النص شو في امكانيات. طبعا المراه اللي بتشتغل مثل ما حكيت الاستاذه انه دكتور بتكون الامور اسهل بكثير، الامكانيات الماليه بتعول المراه
بتقوي كل شخص مشان يقدر يطالب بحقوقه ويدافع عنها وحميها. هلا وبقول انه اذا المعنف او اذا مخالفة التدابير القضائية صارت مع عنف يمكن ان يصل العقوبة السجن الى سنة. يعني الشخص المعنف اللي بيخالف القرار وخالف القرار مش بس مخالفة ما التزم بالتدبير انما عنف المرأة وتكرر التعنيف مع المخالفة يمكن يوصل العقوبة الى سنة. كتير منيح. هون سؤالي يعني محدد، اذا كان هالرجل انحبس والمرأة ما بقى لقت ولا أي مصدر مادي، يعني أهلها ما ساعدوها أو إخواتها أو كانت ما عندها يمكن أهلها ميتين أو إلى آخره، لمين فيها تلتجئ؟ لأي جمعية؟ لا. وأي جمعية بتأمن لها المسكن؟ هلا موضوع المسكن، موضوع بالنهاية المنظمات أو الجمعيات المجتمع المدني بتساعد بقضايا المرأة، خاصة مثل منظمة كفا أكيد تستقبل حالات، ولكن تأمين مسكن شغلة تتطلب يعني متطلبات ماليه اكبر اكيد. هلا بكفى بالذات بالمنظمه في محلات نحن لايواء المراه واولادها مثلا نحن عندنا مركز ايواء ولكن ليس لضحايا العنف الاسري انما لضحايا اخرين هن ضحايا الاتجار بالبشر للعاملات المنزليات اللي بيتعرضوا للعنف وهو يعني مركز افتتحناه جديد من حوالي 6-7 اشهر انما كفى بقضايا العنف الاسري بتتعاون مع مراكز اخرى مثل مريم ومرتا اللي انذكرت او غيرها بتتعاون معها لتامين مسكن للسيدات وسيدات واطفالها وكل فرد من افراد الاسره اللي معرض للخطر معه هو مشمول بالحمايه يعني مثل الاولاد يعني مثل الأولاد اذا كان في حدا حكما اولادها اللي هن بسن الحضانه حسب احوال الشخصيه اما الاولاد الاكبر اللي مش بسن الحضانه من اي عمر يعني هون بتختلف بحسب الطوائف بتعرفي نحن عندنا ما عندنا نظام مدني واحد عندنا كل طائفه عندها نظامها او قانونها وبالتالي بكل طائفه بتختلف السنين ولكن اذا ما كانوا بسن الحضانه بحسب طائفتهم ومعرضين للخطر تشملهم الحمايه ايضا حتى بتشمل الحمايه بالتحقيقات اللي بتصير اللي ذكرتها لما بيصير تحقيق ملزم يكون في مندوب اجتماعي يراقب التحقيقات ويكون موجود بالتحقيق حتى تشمل الحمايه المندوب الاجتماعي وتشمل القوى الامنيه القوى الامنيه النيابه العامه وتشمل الحمايه كل حدا معرض من هالشخص ضمن اطار هالفعل للخطر نعم دكتوره بولا بشهاده الحياه اللي سمعناها الزيجات المتكرره لدى هذا الرجل عشو بدل؟ هل بدل على خلل بنفسيته؟ اكيد اول شيء اذا بدنا ناخذ كيف بلشت الشهاده بنشوف انه قالت انه بيا وامه امها طلقوا كان عمرها شهر لان امها ما قدرت تتحمل نعم يعني بلش العنف مع الزوجه الاولى لما تركهم هي وخيها يعني فينا نقول بلش العنف بالحليب من الاساس من الاساس صحيح مع الحليب يعني معنف ما قبل الزواج نعم. من الاساس عنده اضطرابات نفسيه الرجل ترك مع خيها الاكبر برعايه السيده اللي كان قالت انه عمرها 17 سنه شو شاف فيها لان بقيت عم بتربي له اولاده سنه شاف فيها انه هي مربيه جيده وبالتالي ممكن تكون له الخادمه الجيده اكثر من هيك بده انثى جوات البيت تكون خاض على له نعم. يعني ربتهم بشكل جيد شاف انه هي الانثى المناسبه له لتكون خاضعة يعني هي قاصر لانها ب7 لا لان كان عمرها 18 يعني 18. ربتهم عمرها شهر لما صار عمرها هي سنه اللي عطت شهادة حياتها السيدة الأب تجوز اللي كان عمره 17 يعني ماتها صار 18 ولكن بخلال هالسنة أكيد هو شاف أنه عم ترعيهم بشكل جيد الصورة اللي موجودة عنده للمرأة اللي هو بحاجة لها واللي بتناسب صراعاته هي المربية الخادمة الخاضعة فإذن عمل هالزواج لأن بحاجة لها الوجود الأنثوي بالذات اللي بيخدم صراعاته لما كان عم بيعنفها بما أنه هي صغيرة هو أكبر منها بالسن فإذا هو دائما بالعنف يحتاج الرجل إلى الكائن الأضعف منه لإسقاط العنف المرأة الخاضعة يعني صحيح فإذا وإلى إضافة لذلك عندنا اللي تفضلت واللي حكيت عنه الأستاذة كمان العنف الجنسي لأن أكيد ولا ممكن تكون المرأة عم تتعرض للعنف هي مع أولادها مع أولاد الزوجة الأولى وتكون حياتها الجنسية كتير جيدة فإذا العنف متكامل شيء ما خليها تبقى معه نعم لما فلت صار عنده كم من الاولاد فاذا هو بحاجه بعد للخادمه والمربيه والخاضعه صحيح. هو لا يبحث عن الشريكه لإله يبحث عن صوره دونيه للمراه يقدر يتسلط عليها
ويقدر يعمل هيدا الإسقاط الكامل لكل صراعاته، وتكتمل الصورة مع يعني سي سيد إذا كان فينا نستعمله. كذا زوجي وراء بعضهم. وهي تزوجت كمان عدة مرات، هل لنفس السبب هي تزوجت ولا لا؟ تختلف بين الأنثى والذكر؟ مش بين الأنثى والذكر، تختلف بالحالة. يعني هي أول مرة الزواج الأول من الرجل أكبر سناً قالت أنه كان يحميني من بيي، فأذن كانت عم تفتش على الحماية. لما أخذته أكبر سناً منها، فأذن كانت عم تفتش على صورة الأب المفقودة عندها، يعني نسميه احنا الكومبلكس دو ديب الممتد. فتشت على صوره للاب منا موجوده لاشباع حاجتها للاب الحنون واللي بيحميها، استعملت كلمه الحمايه. لدرجه انه اكيد ما كان عندها النضج الكافي، عم عمرها 17 سنه ولد خارج الزواج، انه ما كان عندها النضج الكافي لتعمل خياراتها لان تعاني، يعني عندها كم من الصراعات النفسيه. هيدا الزواج الثاني وصلها كمان لحتى تكون عندها مرارة أكبر. هي يمكن ما تزوجته للي حملت منه، ما هيك؟ هي تزوجت تزوجت صديقه، تزوجت صديقه لحتى يعني يسجل وهي الطفل. وهي وحامل كانت تعنف من الأب، كان يحطها تحت المجلى ويضربها، كانت بعد ويحاول إنه يروح لها يجهضها يعني. مزبوط. فإذا هي عملت تمثل على صورة أبوية ما شفتها لما عرف انه في زواج وصار في ولد تركها. فاذا هيدي كانت الصدمه، هي ما كانت عم تبحث فعليا عن اسقاطات للصراعات، كانت عم تفتش على الرعايه، على الاهتمام، على الحنان، على الملجا، كانت عم تفتش انها تكون شاعره بكيانها كانثى عندها حاجات غير مشبعه عم تفتش على اشباعها من خلال الزواج. وبفتكر بهي المرحله بالذات هي التجأت لمرتها ومريم. صحيح. بهي المرحلة يعني قبل ما يرجع صديقه يتزوجها وياخذها لبرات لبنان، هي بتقول انه قالها انه بيعترف ببنتها. مزبوط. وتزوجها واخذها لبرات لبنان، ووقت اللي صارت برات لبنان حاول يشغلها بالدعارة كمان وعنفها لحتى يستثمرها، كمان عنفها وكمان عنفها. نعم. يعني هي التجأت لمرتها ومريم، مرتها ومريم يمكن تركت مرته ومريم عند زواجها بالشخص او عند سفرها مع الشخص، لان ذكرت انه كانت بنتها مكتومة القيد، يعني كانت هي وبنتها بمرتها ومريم. صحيح. يعني وبعدين نقلت معه على بلده. نعم، ولدت بحماية مرتها ومريم. بعدين انتقلوا، حاول يشغلها بالدعارة وهربت. هربت. نعم. رجعت على بلدها. وهون كيف بدها تدبر حالها الأنثى اللي ما عندها لا بإيدها شغل وعندها ولد على إيدها؟ طب هيك حالات كيف؟ يعني هيك حالات بدها الجمعيات المتخصصة بحماية. نعم. المرأة وأطفالها، يعني مثل جمعية كفا أو مثل مرتا ومريم، ويمكن في جمعيات أخرى كمان يعني، بس لحالها هيك. نعم. بالدنيا وما عندها شيء، يعني ما أنا معلمة، ما عندها شهادة تقدر تعتمد عليها. وما بدنا ننسى الوضع النفسي، لأنه وقت اللي كانت معه برات لبنان، يعني فاتي شغلها بالدعارة، أكثر شيء أكبر صدمة ممكن تتعرض له زوجي لما بده يحولها لجسد مجنسا سلعه لا يقدر يستفيد منها، يعني بيكون هدمها. هون بنسمي نحكي الهدم الكامل لها، لان العنف اساسا بيعطيها شعور بالنقص فيه، واهانه نرجسيه، شعور بالظلم، شعور بالغبن، بتفقد قيمتها الذاتيه. مع تحويلها لامراه تمارس الدعاره مقابل ثمن. نعم. على كل حال هي رفضت. حسب شهادة الحياة. صحيح. رفضت. وقت الاشت للبنان تزوجت مرة أخرى، ثالث مرة. البحث عن الأمان. صحيح. لكن كانوا هن بالشاليه، وكان بعده الهيئة الزوجة الثانية لحقها، وبتقول انه ضربوا لزوجة الثالث بالساطور على راسه، بس ما بنعرف شو كانت النتيجة، هل كان قتلوا أو ما قتلوا، يعني هيدي مش واضحة بشهادة الحياة. سؤالي لك استاذي، اذا التجأت المراه وهي التجأت بهي الحاله لكفا، هل كفا بتقدم الحمايه الدائمه، يعني مش المرحليه بقصد، للنساء المعنفات مثل الست اللي اعطيت شهاده الحياه؟ لا، بدي اقول شغله، نحن اليوم كفا او غيرها من منظمات المجتمع المدني ما بيحلوا محل الدوله. نعم. هن منظمات أو جمعيات وجدت لتسليط الضوء على نواقص بالدولة، على نواقص بالخدمات، على مشاكل على مختلف الصعود،
ولكن مش لا يحلوا محل الدولة. اليوم الدولة هي بدها تاخذ دورها بالحماية الدائمة، القانون هو اللي بده ياخذ دوره، القضاء دوره بتنفيذ القانون وللوصول للحماية الدائمة. منظمة كفا دورها طبعا محدود، اشتغلت مع غيرها مثل منظمة مع غيرها من المنظمات مثل ما حكيت بالبداية لوضع قانون للوصول إلى وضع قانون يحمي. نعم. هون هذا القانون أيضا يبقى حبر على ورق إذا ما القضاء والضابطة العدلية القوى الأمنية كمان أخذت الدورة الجيد والحازم بتطبيق القانون. نعم. وبتبقى الإشكالية متفرعة، يعني اليوم مش بس في قوانين، ما في دركة ينوجد أو ما في عنصر قوى أمن يكون موجود مع كل مرأة معنفة 24/24 للحماية. نعم. طبعا المجتمع، تغيير المجتمع، تطويره، تغيير الذهنيات، تغيير التربية، وهون دور المرأة، لأن مين عم بيربي هالجيل؟ مين عم بيربي؟ أنا بعتقد إنه بحسب خبرتنا إنه اليوم كمان الرجل أو الشخص المعنف، المعنف بالأحرى، هو ربما يكون بحالات كثيرة كان معنف بصغره، وبالتالي هو وصل ليكون معنف أو ردات فعله عنفية نتيجة تربية، ممكن تكون أحد الأسباب تربية. من يقوم بالتربية بشكل أساسي هي المرأة، هي الأم. فإذا هون دور المرأة والأم إن هي تغير المجتمع وتطوره للوصول إلى مجتمع لا عنفي. وما فينا نوصل لمجتمع لا عنفي 100%، ولكن إلى مجتمع أفضل. نعم. ومتطور. القوانين لحالها ما بتحمي، مهما يكون في مؤسسات أو منظمات أو جمعيات، لا تحمي لحالها. طبعا هو عملية متكاملة من صحيح. مجتمعات، من مجتمع، من تبدأ بالتربية بالمنزل، من دولة وشؤون اجتماعية تفرض الحماية للمجتمع وقوى أمنية وقضاء، يعني كلها هي سلسلة متكاملة نوصل للحماية الكاملة. سؤالي هون، قديش المدة القصوى اللي بتقدروا يعني أنتوا تأمنوا الملجأ لامرأة أو أولادها؟ قديش الماكسيمم؟ نعم، نحن أنا مثل ما ذكرت، نحن ما عندنا مركز خاص أو ملجأ خاص لحالات العنف الأسري، ولكن نتعاون مع ملاجئ صحيح. موجودة صحيح. هون للفترة اللازمة للحماية بتختلف باختلاف الحماية، ممكن تبقى فترة طويلة عدة أشهر، بس هون بيرجع لوضع. نعم. وبالتالي هالحماية اللي نحن عم نأمنها أو هالمساعدة بالنهاية هي مؤقتة. نعم. والمرأة نفسها عليها دور، حتى المعنفة عليها دور إنها تطلع من حالتها وتأخذ المبادرة بالدفاع عن نفسها وبمواجهة صحيح. هذا الواقع. هون يمكن أنتم بتحتاجوا ساعتها لمعالجة نفسية حتى تقوية. طبعا المساعدة هي على عدة. نعم. أوجه. لعدة. في مساعد اجتماعي بيستقبلها، بيحدد لها، بيعرف منها شو الإشكالية مزبوط وكيف ودرجة الخطورة وكل إشكاليتها. وممكن المرات كتير تكون الأمور اجتماعية بسيطة بتنحل، بيكون في معالج نفسي يتابع الأشخاص. وهم بدي أذكر أنه من التدابير اللي القضاء بيخدها، القضاء العجلي، إلزام المعنف بالخضوع لدورات تأهيل عند المنظمات. وبالتالي هون المعنف. نعم. يعني هون إذا كنا عم نحكي عن الرجل وسكن بالحبس، طبعا مش عايز يضل كل عمره بالحبس. وثانيا يعني من بعد ما يظهر من الحبس بيجبروه انه طبعا يلزمه، وهون بصير في متابعه من متخصص نفسي بالمنظمه بالجمعيه اللي بيتحول الى الشخص مع القضاء، بيخضع لعدة دورات هون. اذا كان فعلا عنده حاجه نفسيه، مرات كثير العنف ما بيكون نتيجه سبب نفسي، بيكون اسباب اخرى بتوصل لحالات عنف طبية بحتة، يعني انه ربما ممكن يكون طبية، ربما اجتماعية، ربما تربوية، يعني في كثير نعم، اسباب كثير اسباب. دكتورة بولا، بدي اسألك عن المرأة المعنفة، هل بتتعاطى مع ابنها بنفس الشكل اللي بتتعاطى فيه مع بنتها، ولا بيكون عندها نتفة تفضيل او تمييز لانه يمكن بتشوف بنتها مظلومة مثلها؟ هلا حسب العنف اللي تعرضت له، يعني في بعض السيدات ببعض المجتمعات اللي فيها قناعات او فيها عادات وتقاليد انه المراه تخضع اول شيء للاب، بعدين للخي، بعدين للزوج، بعدين للابن، وبالتالي بتكون عندها مرق بحياتها عده رجال تعرضت لعده انواع، يعني ولا واحد منهم حميه، وبالتالي بصير في عندها تعميم بحاله المعاناه المريره اللي عندها اياها، بصير عندها تعميم على كل الذكور وانه كلهم مثل بعضهم وكلهم معنفين. بهالحاله اكيد انه حيكون في عندها تفضيل اكثر للانثى. ليه؟ لانه هي عم بتشوف انه بنتها ضعيفه مثلها، وبنتها رح تتعرض بهذا المجتمع لنفس اللي هي تعرضت له. اما اذا كانت تعرضت فقط للعنف من الزوج وكان الاب
والأخ ويمكن وخالة وخيو للزوج داعمين لها، بتكون مشاعرها تجاه الابن والابنة متساويين. المشاعر بتكون متساوية. في حال تعرضت للعنف من الزوج، ولكن كل الرجال بالأسرة سواء أسرة الزوج أو أسرتها ألا كانوا ضدها، ما كانوا داعمين لألا، بيقولوا لها لازم تتحملي ولازم تصبري ولازم السترة مثل ما تعودنا أنه نسمع، بالتالي بترجع بتعمل هيدا التعميم على كل الرجال، وبصير في عندها تمييز، يعني التمايز الجنسي اللي بيكون الرجل أهم من المرأة بصير عندها هي المرأة أهم من الرجل. في حال تعرضت لكلها ولكن الصبي اللي عندها إياه كان داعم لألا، يعني ما تمثل سلوك الأب بإهانتها بشتمها بالتقليل من أهميتها، ما بيسمع كلمتها بيضربها، إذا ما أخذ هذا الموقف وكان داعم لألها بصير كأن عم تعمل عليه الإسقاط العاطفي، بصير هو الزوج اللي بتتمنى أنه يكون، وبالتالي بتصير معاملتها لألو كتير جيدة لدرجة أنه ممكن تمنع ابن بتمنع بنتها من أنه توقف بوجهه. يعني كل حالة هي بالمشاكل المحيطة فيها سواء كان في دعم أو ما في دعم هن اللي بيحددوا طريقة تعامل الأم مع أطفالها. أما إذا كانت المرأة جدا مثقفة خاصة تربويا وكانت مشبعة عاطفيا قبل ما توصل على زواجها، يعني من أهلها من الأهل، تقدر هون ساعتها ما تعمل هذا التفريق بين الذكر والأنثى، بتربيهم حتى يكونوا ويا اثنيناتهم سوا، وبتخلق يعني بتمنع التمييز اللي عم بيصير التمييز الجندري انه لازم يكون الذكر اهم من الانثى. بالعكس بتربيهم بشكل متساوي على احترام بعضهم. حسب الحالات اللي عم بتعالجيها هلا بهالوقت، يعني عم بتلاحظي انه النساء المعنفات عم بيكونوا مسنودين من اهلهم واخواتهم الشباب ولا لا عم بيكونوا متروكين بالاجمال؟ هلا بشكل عام اللي عندي حالتين مدعومين كثير من الاهل وخاصه من الرجال، يعني عمه وخيه وخيه وخاله كلهم داعمينها كثير منيح بحالتين، ولكن عندي حاله عندها خيام بالبيت عم بيعنفوها اكثر من زوجها، يعني ان بيعتبروا انه هروبة من المنزل عار على الاسره بدل ما يكونوا داعمين، وبالتالي وضع النفسي كثير اصعب من السيدات الاخريات اللي اهلهم داعمين. لا اكيد وقتها بيكون في دعم من اسرتهم اكيد، يعني المشكله بتكون اخف وطأة على الامراه او على نفسيتها وحتى على المراه اللي بتحس حالها متروكه نهائيا. مزبوط. يعني استاذتنا بدي اسالك، هل بالمدى المنظور بتحسي انه هالقانون اللي طلع سنه 2014 رح يحميها للمراه حمايه كامله؟ هل قبل ما نقول هل رح يطبق؟ هل هو مطبق؟ اوكي لا انا ما بدنا نقول انه رح يحميها حمايه كامله، مثل ما حكيت قبل ما في حمايه كامله بالنص، تطبيق القانون هو اللي يعني في عده عوامل بتوصل للحمايه الكامله حكينا عنه. نحن ما بدنا ننسى انه هالقانون له سنتين، نعم، وبالتالي طبعا في جهود كبيره انوضعت بالدوله من بعد ما وجد القانون او صدر لتطبيقه، سواء على مستوى القوى الامنيه، على مستوى القضاء، مثل ما حكيت انه صار في نائب عام اسري خاص بقضايا العنف الاسري، وفي قطعه متخصصه بقوى الامن. فاذا يعني القانون حلو، القانون كثير حلو بالنص جيد، وان كان في كمان بعض الثغرات بخليك تحسي انه كل مشاكل المراه المعنفه مثل كل القوانين اليوم صارت محلولة. باي مجتمع في قوانين مثلا بتعاقب جريمه السرقه، هل ما في سرقه؟ لا. في قوانين بتعاقب كذا كثير جرائم، هل انمحت الجرائم من المجتمع؟ لا. هي العمليه عمليه تطور اجتماعي، تطور ثقافي، طريقة تربية وتغيير تربية وثقافات، بتطال كل المجتمع من العائلة للمدرسة للمجتمع للمؤسسات للدولة. نعم. وهون أنا بدي ألفت النظر على دور العائلة، لأنه إذا منشوف أنه منراقب أنه منشوف الجرائم كلها أو الأشخاص اللي بيرتكبوا جرائم ومنراجع تاريخهم منشوف أنه طالعين من عائلات مفككة، مش بس فقر، لأنه مش بس الفقر بحد ذاته بيوصل للجريمة، انما التفكك العائلي، التفكك العاطفي، الجروحات اللي بيكتسبها الاشخاص باعمار معينه بتوصل انه يصيروا يرتكبوا جرائم. وانا اشتغلت لمده طويله بالسجون بلبنان وبعدني بشتغل بالسجون، بنشوف انه مش مثل ما الناس بتفكر انه الاشخاص اللي موقوفين بالسجون هن اشخاص بخوفوا، لا، هن اشخاص
وصلوا لهالمطرح نتيجة ظروف في كثير منهم وصلوا نتيجة ظروف اجتماعية وصلوا المجتمع عليها وبالتالي عم بيعاقبهم. شوفي التفكك العائلي مثل ما شفنا بهاي القضية اليوم بشهادة حياة اليوم، انه العائلة وصلتها يعني بلشت العنف من عائلتها صغيرة، وتراكمات اللي وصلت لاشكاليات معها هي نتيجة بدأ بالعائلة المفككة. فإذا قديش دور الأم والأب عند بناء أسرة بيكونوا هن أهل للزواج وهن أهل لبناء أسرة وتحمل المسؤولية وبناء أشخاص ما عندهم عقد يعني، أو على الأقل أقل شيء ممكن من العقد، لأنه كلنا عنا عقد بمكان ما، أقل شيء ممكن من العنف. التربية العنفية كتير بتوصل لمطارح اليوم الإنسان بيصير ردة فعله الطبيعية العنف. لما أنا بربى على طرب مربى عنفيا ما بتعلم كيف أعمل ردات فعل إلا عنفية، وبالتالي بوصل لمجتمع عنيف. فإذا القانون لا يحمي وحده، القانون بده تطبيق جازم صارم من القضاء. أي دولة اليوم ما يميز الدول هو القضاء بشكل أساسي، هو الأهم تطبيق القانون يعني القضاء هو تطبيق القانون طبعا. صحيح. فإذا هي عملية والمحسوبيات، لأنه بنعرف إنه كلنا تحت القانون، كلنا تحت القانون. كذا جريمة صاروا بلبنان بالسنتين الماضيتين وما حدا تعاقب، لا بطلع بعد حتى هلا هون تما نكون ظالمين بدنا نشوف انه في محاكمة. والمشكلة انه بالقضاء في وقت طويل بالمحاكمة، في محاكم بتاخذ عدة سنوات، خاصة ملفات عم نحكي طيب بس هذا نوع من التمييع للقضية القتل. لا ملفات القتل هي ملفات جينية، وبالتالي محاكم الجنايات يعني الأصول المتبعة بمحاكمة القضايا الجنائية هي أصول كتير طويلة بتمر بكتير مراحل، ممكن تاخد عدة سنين. نعم. أكيد بهالوقت شو وضع الأشخاص اللي عم يتعرض للعنف أو اللي ارتكب بحقه جرم بشكل عام، عم نحكي قديش رح ينطر 4-5-6 سنوات لصدور أحكام. هل هون موضوع العدالة موضوع آخر، يعني العدالة الاجتماعية هي اللي بتوصل للتخفيف من الجريمة. صحيح. والتخفيف من الثورة والتخفيف من الحقد والتخفيف من الحب الانتقام. مرات جرائم كتير بتكون انتقامية حقد نتيجة عدم العدالة. العدالة الاجتماعية، القضاء، المساواة بين المجتمع، الكل تحت القانون، ما في حدا ممكن يفلت من العقاب، هي أمور كلها بتوصل لحماية أكبر على مستوى الاجتماعي. كيف بتشوفي الحل لقضية العنف ضد المرأة؟ بجملتين. بجملتين بدنا نبلش من عائلة، بدنا نبلش من مرأة مثقفة، من تربية سليمة، ننطلق لمجتمع أكثر حماية وأكثر أقل عنف. نعم. دكتورة بولا، مسك الختام رح يكون معك. العنف ضد المرأة هي عنوان كتير كبير، لخصي لنا بجملتين. العنف مرض. وبالتالي المعنف مريض. على المرأة مثل ما بتهتم بذاتها، إذا كانت مريضة عاملة جريب أو إذا ابنها عنده حرارة تاخده عند الحكيم، إذا كان الزوج معنف ترفض حالة العنف وتلجأ للسلطات المختصة وتقله لجوزها أنه هو مريض. يعني ما تتعامل مع قضية العنف وكأنه حالة ممكن تخلص لحالها. العنف اضطراب كتير كبير يحتاج إلى علاج ما تخضع. بدي أسألك السؤال الأخير، بتشوفي أنه من بعد علاج طويل مع المعالج النفسي المرأة فيها تستعيد ثقتها بالرجل، ولا رح تضل ثقتها فيه مهزوزة؟ المرأة اللي عنفت، إذا عنفت من الزوج فقط، يعني برجع شوي لورا للسؤال السابق، إذا فقط من الزوج وما عملت تعميم يعني لا الأب ولا الأخ، أكيد فيها ترجع تستعيد ثقتها بالرجل، خاصة إذا كان عندها أهل داعمين، وإذا رجعت بعدين شافت أنه التقت بالشريك الحقيقي اللي هي كانت عم بتفتش عليه. وإذا يعني ما بنعمل تعميم من حالة. نعم، من حالة. العلاج الطويل لما بيرجع بيبني لها ثقتها بذاتها وثقتها بالمجتمع، وبيرجع بيبني هذا الكيان اللي تهدم، وبترجع بتوعى ذاتها الإنسانية، بصير عندها قدرة أكثر على المواجهة، مش على أنها تكون انسحابية بالحياة، أكيد فيها ترجع، لأن بيرجع الوجع اللي كان موجود عندها ما بيخليها تكون صامتة، الوجع بيخليها تكون ثائرة على الخطأ، بس تقدر تشوف الأخطاء بعلاقة تانية من دون ما تعمل تعميم. طيب هذا العلاج قديش طويل يعني؟
ليكي حسب الظروف تبع كل حالة يعني أكيد. هل عنف طويل صار لها 7-8 سنين عم تتعرض، قديش كان درجة العنف اللي عندها؟ هل ولادها تعرضوا للعنف؟ هل مثلا الزوج محمي ولا مش محمي؟ هل هي مستقلة ماديا ولا منا مستقلة؟ يعني في عدة عناصر، بس بشكل عام أسبوعيا إذا عم نشتغل جلسة كل أسبوع، إذا كان هي عندها هل الدافعية القوية جواتها أنها تخلص من ترسبات العنف، بدنا من 6 أشهر ل8 أشهر. يعني بأقل من سنة فيها المرأة تصير يعني نفسياً نفسياً مرتاحة مع حالها، خاصة إذا كان الـ يعني الـ من الجهة الثانية القانون فعلياً أخذ عم يحميها وعم تلمس لمس اليد إنه هي فعلاً عم يحميها. صحيح، هي بأمان. يعني نرجع للتكامل بين كل الظروف، يعني بين القانون والمعالجة النفسية والسند من الأهل، وهي عليها دور نفسها، وهي عليها دور بأنها تواجه تمكين، وهذا دور نحن كفى بنشتغل على المرأة هي تاخذ، نحن بنمكنها إنها تصير هي تواجه، ما بده يضل في حدا هو دعمها، هي بدها تدعم نفسها، هي بدها تتخطى الإشكالية تكفي المستقبل. صحيح، بالنتيجة أكثر إنسان بيقدر يخدم نفسه هو نفسه. صحيح. أنا كثير بشكركم المعالجة النفسية دكتورة بولا حريقة، شكراً لإليك. أستاذة مهانة إسحاق، شكراً كثير كبير لكل هالمعلومات اللي ضويتي عليها، إن من الناحية القانونية أو من الناحية اللي بتتعلق بالجمعيات. شكراً. والشكر الأكبر بضل لكم مشاهدينا لمتابعتكم برنامجنا. لقائنا معكم بالأسبوع المقبل، انطرونا.